يقول في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن نتف الإبط من الفطرة، فماذا عن حلاقة الإبط؟ هل تجوز أو لا؟ جزاكم الله خيرا. المطلوب أخذ شعر الإبط وإزالته سواء بالنتف أو بالحلق أو بالقص، هذا هو المطلوب، وهذا من سنن الفطرة. طيب، من سنن الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قص الأظافر، جز الشوارب وإعفاء اللحى وقص الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط أو أخذ ما في الإبط من الشعر الطويل، هذا من خصال الفطرة، لأن هذه الأشياء الأظافر وشعر الآباط وشعر العانة وشعر الشارب إذا طالت فإنها تشوه خلقة الإنسان وتجمع الأوساخ والروائح الكريهة وفيها أضرار كثيرة وربما تسبب أضرارا صحية أيضا، فإزالتها من خصال الفطرة التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حس عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما إعفاء اللحية فهذا من الجمال ومن الكمال والرجولة، لأنها عضو من أعضاء الإنسان فجعلها الله جمالا فيه، ومع هذا يجب تنظيفها من الأوساخ ومن الروائح الكريهة وغسلها، ولا شك أن العناية بشعر الإنسان بشعر الرأس وشعر اللحية وتنظيف الجسم وإزالة الروائح الكريهة واستعمال الطيب هذه أمور مطلوبة في الإسلام، وهذا من التجمل المشروع في الإسلام. الإنسان لا يهمل نفسه فيترك أخذ ما أمر بأخذه ويأخذ ما أمر بتركه، لأن بعض الناس ابتلوا بأنهم يأخذون الشعور التي نهوا عنها أخذها كاللحية ويبقون الشعور التي أمروا بأخذها كالشارب، يطيلون الشارب ويحلقون اللحية على عكس الفطرة، وكذلك بعضهم خصوصا الشباب والنساء يطيلون أظافرهم ويعتبرون هذا من الكمال، لأن الشيطان زين لهم هذا وقلدوا من لا خير فيهم إطالة الأظافر وغير ذلك من الخلل والنقص. كل هذا ناتج عن الجهل بأحكام الدين أو عن التقليد الأعمى والتشبه بمن لا أو التشبه بمن نهينا عن التشبه بهم، تشبه أيضا بالسباع، تشبه بالبهائم، هذا المسلم منهي عن ذلك. نعم.